الو، السلام عليكم. الجزائر 100 وي بلاصه لازو بارك لو السلام عليكم. وي خويا اليلو، راه عندك تشرب مائي في الكوتي تاعك لازون 5. هيا اوكي، هيا دوك نجيب ليكيب ونجي. هيا. بعد تلقي مصالح الجزائرية للمياه تبليغا عن تسريبات إثر عطب في إحدى قنوات حي ولاد محمد بشلف، يستعد علي رفقة فريقه للتدخل بغية صيانة العطب، تدخلات تمتد في كثير من الأحيان إلى أوقات الحجر الصحي. بالرغم من أنه من هذا الحجر الصحي اللي رانا نشوف فيه، ورانا نخدمه يعني 24 ساعة، أنا في خدمة المواطن، خاصة هذه التسربات المائية، وراء عندها إلى صح التعبير عندها صلة بهذا الحجر من باب تاع النظافة. استجابوا لنا وجاو لنا، المكان يضيع هنا بزاف، كل ما يسيل يضيع يضيع يضيع، اتصلنا بهم جاونا في عقرب الأجل. إجراءات الوقاية والتعقيم تقتضي توفير هذا المورد الهام، ما حتم على الجزائرية للمياه برمجة تدخلات آنية لتصليح الأعطاب التي قد تؤثر على عملية التوزيع. هذا المركز يستقبل يوميا المكالمات الهاتفيه خلال 24 ساعه على 24 ساعه، خلال 7 ايام على 7 ايام. مع الحظر الصحي كاين هو حظر تجوال، ولكن عندنا التسريحات هذه ترخص لنا الفرق التقنيه بالتدخل اثناء، والتدخلات هذه تكون مكمله للتدخلات النهاريه. ضروره التبليغ الاني عن مثل هكذا اعطاب من شانها ان تحد من ضياع كميات هامه من المياه، خاصة في مثل هذه الظروف.